السلام عليكم. محمد طيب، جدي في المنتخب الوطني، كنت في بريود بريباراسيون كومبيتيسيونيل، تعملنا بيدو دوك وزوج ذهب والمانيا مرتبة سابعة وميدالية، وتوا حضروا كأس العالم في فرنسا إن شاء الله، وهذا كل الأوبجيكتيف نتاعنا جيتا في الجوز أولمبيك اللي شتي في وود في التحضيرات اللي عندنا توا، إن شاء الله نخرجوا ستاج في شهر رمضان باش تكون تحضيرات في نسق متواصل، من ما يجينيش شهر رمضان يقلق حتى ما تعرف رمضان باش يعني، وبعد هذيك نكملوا التراني ومن هنا الوقت هذاك إن شاء الله. طيب جونيور ومن؟ تو احنا مازلنا في بيريود بريباراسيون للشامبيونان دي موند جونيور و الجوز اولمبيك دو جونيس، مازلنا نحضرو، عملنا شاركنا في ايطاليا و بعد شاركنا في المانيا و تسوانا، منافسات كانوا باهيين بالكدا، منافسة قوية سورتو لي نيفو، مازلت ان شاء الله امستردام اخر الشهر هذايا، ان شاء الله نعمل ريزولتا باهية نفرحكم. ان شاء الله الاخر الاوبجيكتيف فينال هو الشامبيون دي موند و جوز اولمبيك دو جونيس، ان شاء الله في ريزلتات باهيه، زاد نشرف بلادي و نفرح عليكم.